قرية عربي الجنيدي بشبرمنت كان فيها بيوت كتيرة جدا ما دخلهاش المية. الحمد لله البرنامج بالتعاون مع جمعية بوابة الخير قدرنا نوصل المية لعدد كبير من بيوت القرية. شوف التقرير. وحشة بتنزل صفرة كده وبتبوظ الهدوم، وما احنا ما بنشربش منها، وكنا بنشتري مية من اللي هي الناس المعدية دي للدرك، ونملو دراكن الدركن الكبير بدنيا والصغير بنص وكده. بوابة الخير واحد من الناس دخلوا لنا المية والبركة فيهم، ربنا يخليهم يا رب. اها الحمد لله حسين بفرحة ونشاط وكل حاجة الحمد لله. ما كانش عندنا مية جيزة، وبعدين الترمبات دي بتربي لنا أملاح ونعيان وبتاع، والحمد لله ربنا من علينا بالخير وجبتوا لنا المية الجيزة وفرحانين الحمد لله. كل اللي جابوه لنا ربنا كله نعمة الحمد لله. ما كانش عندنا مية والحمد لله، ده نعمة من عند ربنا وكتر خير الناس اللي بتجيب الخير، فرحانة وبدعي لهم ليل ونهار ويكفيهم شر المرض اللي هم بيجيبوا الخير. احنا جمعية بوابة الخير جايين نشكر الناس اللي شاركت معانا وساهمت وتبرعت معانا عشان نوصل للايتام والفقراء والمحتاجين في عرب ابو جنيدي، عشان الناس دي كانت بتشرب ميه الترمبات. واحنا ان شاء الله مستمرين في حملتنا جمعيه بوابه الخير بالتعاون مع برنامج واحد من الناس، اللي احنا نوصل لكل محتاج وفقير ويتيم وصلات الميه اللي صالحه للشرب. برنامج واحد من الناس اشكرهم ان هم دخلوا لي الميه وانا ما كانش عندي ميه وكده، انا فرحانه ومبسوطه ان الميه تجيني. الحمد لله بنشرب منها ونغسل منها المواعين والهدوم وكل حاجه الحمد لله يا رب. فرحانة ومبسوطة، والناس كلها اللي هنا فرحانة ومبسوطة ان هم دخلونا المياه، والف شكر ليهم.